الجار دامك مستحي من العود، وايش مطلعنا؟ فيلم ترياق استطاع أن يلامس مشاعر الجمهور الذي شاهده في الدورة التاسعة من مهرجان أفلام السعودية. الفيلم من إخراج حسن سعيد الذي حازت أفلامه العديد من الجوائز، جاء ببطولة الفنان عبد الناصر الزاير الذي يقدم بهذا العمل أول أفلامه في السعودية. أنا اشتغلت كم فيلم تجاري وطويل في الكويت، لكن فيلم في السعودية وفيلم قصير وفيلم سينمائي وفي هذا المهرجان وهذه المناسبة، بالنسبة لي هذا شيء أفتخر فيه وتجربة أعتز فيها، خصوصا مع مخرجين، مخرج محترف. الناس في حركة مستمرة دائبة ومنظمة، ما في فوضى، في كل شيء مرتب بالمسطرة والقلم، وهذا شيء جميل جدا. هي فرصة للفنانين وأيضا للجمهور إنه يشوفوا هذه الأشياء ويقيمونها ويطورون من خلال تواجدهم مع بعض، وربع تعاونوا ما ذلوا. ترياق الفيلم الفائز في مسابقة ضوء لدعم الأفلام التي تشرف عليها وزارة الثقافة، يروي حكاية طفل مولع بمغن شعبي يتعرض لمرض عضال يمنعه من الغناء، لكنه يتوهم عودة صوته الذي لن يعود. تفاصيل عدة بين سطور الفيلم الذي يفتح شباكا للضوء وبابا للتأويل. محمد الحمادي، الإخبارية، الظهران.